معانا عبر الهاتف واحد من نجوم النادي المصري الكبار على مر تاريخه، الكابتن الكبير كابتن كريم زكري مدير الكره بالنادي المصري حاليا. يا فندم صباح الخير، مشرفني ومنورني. صباح الخير يا كريم. صباح الخير. كل سنه وانت طيب مبدئيا. وانت طيب بالصحه والسلامه يا رب. هارد لك النتيجه النهارده، زي ما قلت تحديدا المصري الشوط الاول كان عامل شوط رائع جدا، وكان ممكن يخرج من المباراه ديت على الاقل بالتعادل لو ما كانش المكسب كمان. صحيح، ويمكن سامعك كريم كمان بتتكلم على العصبيه الزايده اللي الكابتن محسن اتكلم عنها واحنا اتكلمنا عليها مع اللعيبه دايما، مهما كانت الظروف داخل الملعب، مهما كانت الضغوطات سواء خارجيا او داخليا، لازم انت كلاعب محترف، لعيب بتفيد فرقتك، مش عايزين نخسر اي لعيب، لعيبه مهمه كلها موجوده في النادي المصري، مش عايزين نخسر حد خالص. فلا يعني احنا دايما يعني متطبقين، اقول لك احنا بنطبق اللائحه، لكن في نفس الوقت ما انا اللعيب برضو بشر في الاول والاخر، بتاثر بالعوامل اللي حواليه. النهارده يمكن كمان بالاخص الزمالك عمل مباراه كويسه جدا، النادي المصري عمل مباراه كويسه جدا، عملنا النهارده شوط اول اكتر من هايل، الشوط الثاني يمكن كان بدايته مش موفقه، لكن مش عايز اقول مش من النادي المصري، لا انا ببني يعني النهارده كره اموتو دي فيها شك كبير جدا، فيها شك كبير جدا. الكره اللي بين اموتو والونش، التاكلينج اللي عمله صحيح. انت النهارده كلاعب كره لما بتحس، مش عايز اقول ظلم واكبر الموضوع، لكن لما بتحس ان في حاجه ليك ما بتتحسبش وعليك ما بتتحسب، دي بتبقى مشكله كبيره برضه في اللعيب داخل الملعب. يعني ما انت بشر، ممكن تتاثر باي حاجه، انت مش اله بتدور وبتحرك. لا يعني انا شايفها عليها علامات استفهام كتيره جدا 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 كره اموتو دي. خلي بالك الكره اموتو دي يمكن انت اكيد واخد بالك كريم وبتتفرج كويس، ان كان 1-0 النادي المصري، لو الكره دي فعلا كانت، مش عايز اقول ضربه جزاء ولا لا، لكن هي ممكن تكون من بره، ممكن تكون من بره، هي من بره غالبا، لكن انا شايف ان فيها كارت احمر. 1-0 النادي المصري الامور كانت هتختلف، لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. صحيح. طيب انت قلت نقطه مهمه، انه اللاعب ممكن يتوتر في ارض الملعب، وده شيء طبيعي وكل اللاعبين في العالم بيتوتروا داخل ارض الملعب، بس انا بحس في المباريات الماضيه وانا دايما بشيد بالمصري واداء المصري الموسم ده تحديدا، حتى لو النتائج في الكونفدراليه كان فيها بعض السلبيات او خروج من الكونفدراليه، وفي الدوري بعض السلبيات في بعض المباريات، بس المصري في المجمل الموسم ده لا، فرقه واقفه على رجلها، فرقه تقيله. يعني انت بتتكلم في لاعب بيتوتر، هو كمان بيخرج بره المباراه، يعني انا افهم ان اللاعب ممكن يتوتر لثواني ويرجع للمباراه تاني، انا بحس لعيبه المصري لو خرجت من المباراه ما بترجع لهاش تاني، تتفق؟ في لعيبه وفي لعيبه، يعني في لعيب بيعرف يفصل، ممكن يتعصب 30 ثانيه دقيقه وبعد ما ياخد الكارت خلاص هدي، في لعيب تاني ما يقدرش يخرج نفسه خلاص، هو اخد الكارت وتعصب. لكن هي بتختلف من لعيب للتاني. فريد شوقي النهارده يمكن في الانذار اللي خده في الاعتراض، وزي ما قلت لك يمكن انت حاسس النهارده ان انت في حاجه بتتحسب لك، ما تتحسبش ليك واللي عليك بيتحسب، لكن فريد شوقي قدر النهارده خلاص يفصل نفسه، ممكن شوشه، لكن في لعيب تاني مش هيقدر. لكن انت دايما بتحاول تزود من ثقافه اللعيب داخل النادي المصري، دايما بتحسسه ان كل كارت ليه ثمنه في اللائحه، وليه ثمنه كمان كفرقه بتدفع ضريبتها. احنا مش حمل لعيب يكون كويس او اساسي او بنعتمد عليه يغيب، فانت دايما بتحاول تنمي الثقافه عند اللاعب. صحيح. طيب انا عايز اسالك على حاجه كمان مهمه جدا، دايما جماهير المصري بتسال على فكره الاستقرار، هل في استقرار دلوقتي في الفرقه؟ يعني الامور الماليه، الامور الاداريه، دي امور دي خلصانه، ولا اللعيبه بتنزل وهي عندها مشاكل بصراحه؟ ولا ده ولا ده. يعني بمعنى ايه؟ ان النهارده النادي المصري او اغلب انديه الانديه الشعبيه او اغلب انديه السنه دي يمكن العقود لما عليت عملت دروب كبير جدا في الانديه. فدايما انت بتحاول توجد الاستقرار، ما بتنزلش بنسبه 100%، لكن بيبقى بنسبه كويسه، بنسبه نقول عليها معقوله، الامور لو مشيت بالامور بالمواعيد اللي احنا مظبطينها الدنيا بتبقى كويسه، لكن غير كده مش عايز اتكلم في حته الماديات كتير اكتر من انت بتتكلم انت نادي جماهيري. انا دايما بقولها، ما بحبش الحاجات الماديه تتناقش في الاعلام، لان اغلب انديه مصر بيبقى عندها مشاكل ماديه او ماليه او ازمات، فما ينفعش ان انت في كل فتره بنطلع نتكلم فيها، لكن انا مش حاببها. لكن في نفس الوقت انت النهارده ما بتتكلمش عن الناحيه الماديه اكتر من الجماهير اللي عندك، الجماهير اللي عندك دايما ضغطك. دي برضه نقطه مهمه يا كريم، برضه حته ضغطنا كجهاز وضغط كمان اللعيبه. فانت عندك جماهيرك، اللعيبه عندنا هنا يعني الحمد لله مقدرين قيمه النادي المصري، فدايما تلاقيهم مضغوطين، صدقني والله مش من الناحيه الماديه في المقام الاول، لا، من ناحيه اللي هم عايزين يسعدوا جماهيرهم، دايما جماهيرهم حاطه عليهم ضغط ودفعه كبيره جدا، ان انت عايزك الجماهير المصري عندها حاجه، ان انت لازم تكسب كل ماتش، فدي برضو بتمثل ضغوط على اللعيبه وعلى الجهاز وبتمثل على المنظومه كلها. كابتن الكبير كابتن كريم زكري مدير الكره بالنادي المصري، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، وهارد لك الهزيمه اليوم امام نادي الزمالك.